بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قول الوصال أراسي لزيتون إنوفرسيتي سي إتشين هوش جالدنز. أهلا وسهلا بكم طلابنا الأكارم مع المحاضرة 11، محاضرة هيليك إكليريني، يعني لواحق الملكي. اليوم راح نتعرف بمحاضرتنا كيف ننسب الشيء إلي أو إلك أو إلو، إلنا إلهم إلكم، تمام؟ مهم جدا المحاضرة، تمام؟ مثل ما أنا شايفين إيليك إكليريني، إيليك الملكية، إكليريني لواحق، تمام؟ كما قلنا سنتعرف على لواحق الملكي والتي تعني بالعربية يعني ملكي أو شيء لي، شيء ملكك أو لك، شيء ملكه أو له، ملكنا أو لنا، تمام؟ ملككم أو لكم، ملكهم أو لهم، هاي نفس المعنى يعني مرادف. إيش الله والله. طبعاً كيف بنشكل لاحقة ملكي أو ضمير ملكي؟ سهل جداً، نحن بنعرف الضمائر الشخصي، ضمائر شخصي نطلب من حسين عبود، معنا يا حسين؟ معك أستاذ. حسين عندنا الضمائر، مرحبا حسين. ضمائر شخصي، ضمائر شخصي بتعرفهم؟ إذا تمام. بن سان أو بيز سيز أونلار. أفهم سان، شكرا جزيلا. تمام. طبعاً اللواحق الملكية تتصل بالضمائر، الضمائر الشخصية اللي عدها زميلكم. طبعاً ضمائر شخصي بن سان أو بيز سيز أونلار، ومثل ما شايفين لكل ضمير في له لاحقة محددين. الآن سنأخذ وسندرس هذه اللواحق، كل لاحقة على حدة إن شاء الله. إيليك إكليريني، مثل ما شايفين أصدقائي الضمير الأول عندنا هو بانم، بانم بانم، ما بيترجم حرفيا، بيترجم بشكل معنوي. يعني كيف البانم ضمير ملكي؟ لما أنا بدي أنسب شيء إلي أنا بيكون موجود بعده كلمة أو شيء، أي شيء كان بيكون منسوب إلي، لازم أنا الأفضل أضع ماذا؟ أضع ضمير الملكي بانم. بانم يعني شيء ملكي، نضع مي فقط إذا انتهت الكلمة بحرف صوتي. الأحرف الصوتي مين بيعدلنا ياهم؟ الأحرف الصوتية مين بيعدلنا ياهم؟ بتمنى رفع الأيدي، يعني أفضل رفع الأيدي. الأحرف الصوتية نرجع نتذكر من المحاضرة الأولى، أماني، 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 شو الأحرف الصوتية؟ أيوة. آ أو أ إي أو أو أو. برافو. الأحرف الصوتية اللي تخيلي شو هني؟ عدينا ياهم. الأ والأ. إيفت. والأ والأو. أ وبعدين أو وبعدين شو؟ أو. هذول أحرف صوتية تخيلي. هذول أحرف صوتية تخيلي. إمت أنا فقط أضع حرف المي بعد الضمير الملكي عندما بدي أنسب له الأشياء؟ إذا كان هذا الشيء آخر حرف صوتي فيه حرف من الحروف الصوتية الثقيلة اللي هني آ أو أ أو 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 حروف صوتية خفيفة، مين بيعدلنا إياهم؟ مين بيرفع إيده منا منكم؟ الأحرف الصوتية الخفيفة شو؟ الأحرف الصوتية الخفيفة كمان أماني، ما في مشكلة مشان نستغنى الوقت. الأحرف الصوتية الخفيفة شو هني؟ A و E و A E E و نعم و ممتاز. هذول الأحرف الصوتية الثقيلة والخفيفة الثمانية اللي نعرفهم نحن. شيء بدي أنسبه أنا، مثلا أول شيء راح أضع كلمة بانم، با نم، تمام. بانم هي ضمير بولكي. كيف أنا بدي أقول مثلا حاسوبي، حاسوبي كمبيوتر، يعني ندمك حاسوب،
أخذناها بالذكر. ميم الذكر شو معناتها سوق؟ بلقي السيارة. بلقي السيارة. ممتاز. بلقي سيارة. بلقي سيارة. بيل احنا خلنا بتطلع على الكلمه اللي بدي اسوي بكون ملكي انا، اذا كان اخر حرف صوتي فيها، اخر كل اخر حرف فيها هو صوتي، اضع فقط حرف المي. تمام. اما اذا كان اخر حرف بالكلمه ساكن، ننظر الى اخر حرف صوتي بالكلمه، واذا كان من من اذا كان ا او ا، ا او ا، ماذا اضع؟ ماذا اضع؟ أو أو أضع. أضع. تمام. A أو E. E أو E. E M. E M. تمام. A أو E أضع. إم إم ما شو E M. إم 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 مثل ما شايفين هون. O U. شو ماذا أضع؟ أم. أم أم. O U أضع. تمام. أضع أم. ممتاز. ماذا أضع؟ ممتاز. أضع. تمام. إذا أجيت أهلا بدي أطبق، إذا كان عندي كلمة بدي أقول مثلا أبي. أبي. مدمك أبي. بابا. بابا لحالها الأب ما هيك؟ بابا. بابا. بابا أب. بابا أب. إذا بدي أقول بدي أخصه إنه هذا أبوي، لا أنا بدي أحكي عن أبوي مثلا، أبوي مثلا إنسان كبير بالعمر، إنسان خلوق كذا. أنا بابا شو بحط هون؟ بابا ما فقط إلا أم. بابا بابا مع مين؟ لا أم أم بس أم أم بس أم أم لوحدها بس. إذا بدكم تقولوا لي أضع أم وأنت قصده بابا على يم. بابا يم. نقول نضع حرف المي فقط لأن الكلمة انتهت بحرف صوتي. نضع فقط ماذا؟ مي. نضع مي. تمام. بابام أنم بابام صارت شو؟ أبي. شو صارت؟ أبي. تمام. مثال آخر، إذا بتقول أمي بنم أمي. ممتاز. بنم بنم أن أني الأم. أني شو بضيف حرف؟ م. 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 بس بس بضيف أنا حرف المي. تمام. م. حرف المي ليش؟ أنا آخرها حرف صوتي. نعم آخرها حرف صوتي فقط ضيف حرف المي. واضح لهون؟ توقع ما بد... ما في يعني شيء صعب. بطلع على الكلمة اللي بدي بدي أنسبها إلي، آخر حرف صوتي فيها شو؟ إذا كانت بنتهي بحرف صوتي أضع فقط حرف المي. إذا انتهت بحرف ساكن تطبق حسب قاعدة التوافق الصوتي الرباعي اللي شفنا شايفينها قدامكم. تمام. اللي شايفينها قدامكم مثلا بنم بنم بلقي سيارة. ممتاز. بنم بلقي. كلمك بلقي سيارة قلنا حاسوب صارت حاسوب. بلقي سيارة. بلقي سيارة. هلا أنا بتقول كيف بتقول حاسوبي أنا. تمام. آخر حرف صوتي هو موجود بالكلمة هو آ. أنا حسب القاعدة بقول آ آ شو بدي أحط لازم؟ أنا ضمير ملكي. أم. أم إلا أم إلا أم إلا أم. 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 فوراً فوراً ما طالما آخر حرف صوتي بالكلمة آ معناتها لازم أحط أنا أم. بلقي سيار شو؟ بلقي سيارم. بنم بلقي سيارم. يعني شو صار معنا معنا هاي الجملة؟ حاسوبي. تمام. معناتها أقول أنا بنم بلقي سيارم توك إسكي. ندمك صارت الجملة بنم بلقي قديم سيارم. جدا. ايوه بنم بلقي سيارم توك اسكي در يعني قديم جدا. تمام. بس بدنا نائمة ما قلنا الجواب يكون هيك برفع الايد مشان
موضوع. طيب اذا بدي اقول انا كتابي ارفع الايد بعد اذنكم. انا بكتب كتاب في كتاب كتاب. نشوف مين رفع ايده. عبد الحميد. عبد نعم الحميد معك. نعم كتاب معك سأل. كتاب كتابا ام قصدك هيك تمام كتابا هيك صح ما نعم استاذ عاد كاتشب مقلبنا بس مين حكى بس بدنا ما حد يحكي اذا ما طلب منه بعد اذنكم دكتورتي تمام هون وين الخطا يا بدنا هيك هسه مشاركي صوره بين 4 و 5 بدنا الكل يشارك في هون خطا عندك عبد الحميد الجواب ما هيك نعم استاذ نعم نعم وصال في خطا هون اللي لا يا وصال شو طيب حسن البكري معك استاذ معك نعم هاي اذا بتقول كتابي هيك الجمله صح الكلمه البين كان تقلب بي حسب قاعده الكاتشب البي احسنت البي بنقلبها لشو لبي حسب كاتشب بي بنم كتابم بنم كتابم بين. صارت هيك صارت شو كتابي صارت بم. كتابي ممتاز جدا كتابم هيك صارت كتابي انا مشان ما عطول اكتب لكم انه نضع ا او ا بتاخذ ام او اي او اي بتاخذ ام او لا لا فينا شيء اختصار قواعديا انا لما بتشوفوا انتم مثلا هاي الضمير الملكي بنم انا حطيت لكم اذا ساكن يعني اذا الكلمه يلي بدي اضيف لها الضمير الملكي لاحقت الملكي اخر حرف فيها ساكن اضع ام هاي الواحد الاو والفوق 8 هاي انه حسب قاعده التوافق الصوتي الرباعي تمام يعني يا ام يا ام يا ام يا اما ام انا مشان ما اعطول اكتب لك ام 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 اعطول لا خلص انت بس شفت هاي الاشاره بشيء لاحقه اعرف انه هاي اللاحقه حسب قاعده التوافق الصوتي الرباعي مفهوم اما اذا الكلمه انتهت بحرف صوتي اضع فقط حرف المين تمام اضع فقط حرف المين شوفوا هون اذا بتتذكروا السؤال اظني بنم تمام اظني بنم اضم الشاشه مشاركه صح ولا لا مشاركه الشاشه ما هيك مشارك الشاشه مشاركه صح تمام انتبهوا الجمل بنم اضم اورهان اسمي اورهان شايفين اضم اسمي يمكن الاستغناء عن بنم اظني اضم اورهان اظني اضم احمد اظني اضم علي تمام سكنت يوك يعني اضم مهم يكون موجود لاحقت الضمير الملكي مهم يكون موجود لاحقت الضمير الملكي تمام بانم اوضام تشوك تميزدر غرفتي ليكو بانم اوضام غرفتي هاي البانم اوضام هي معناتها شو غرفتي ليش انه هذا ضمير ملكي بمعنى لي او ملكي انا تمام بانم اوضام تشوك تميزدر تميزدر نظيفه جدا طبعا هو تميز نظيف الدير هي لاحقت التوكيد طيب كينديما أربا ألضم كينديما كينديم نفسي كينديما إلى نفسي هاي الأي حرف جر كينديما إلى نفسي أربا ألضم اشتريته لنفسي سيارة بنم أنيم تشوك سيفيورم بنم أنيم تشوك سيفيورم مثل ما أنا شايفين طالما موجود لاحقت الضمير الشخصي عرفت الجملة ومين مقصود فيها مين عم يحكي مع مين مين عم يوصف مين أو مين بحب مين تمام بينما أنيم أمي أنا لأنه أني لحالها أم أنيم أمي بنم أنيم تشوك سيفيورم أنا أحب أمي كثيرا في حد عنده سؤال على البنم قبل ما نتابع واضح اكتبوا لنا بالشات اذا واضح اكتبوا لنا واحد
فقط يعني ما بدها شيء، فقط الكلمة اللي بدي أضيف لاحقة لها منتهي بساكن أضع أم رباعي، منتهي بصفضة أضع مي. ممكن سؤال ساس؟ تفضل سيد الكريم. إذا بدكت مثلا بالقسيار ضروري أحط مثلا بالقسيار أم ضروري أحط بينهم؟ تو كنا عم نحكي طالما موجود الضمير الملكي خلاص معناتها أنت حددت أنه هو إلك بالقسيار أم. تمام. مثلا سؤال سنين بلقي سيارن سنين بلقي سيارن بوزوكمو بوزوكمو ماذا مك هاي دون يبيزك مين بيعرف ترجمها؟ حاسوبي معطل؟ حاسوبه مين بيعرف يترجم هالجملة؟ يعني قربته بس احنا في عندنا هو شيء. هل حاسوبك معطل؟ هل حاسوبك انت سنن بلقي سيارين؟ يعني احنا ناخذ احنا ضمير سنن بوزوكمو، هل حاسوبك معطل؟ شو الجواب؟ عفوا استاذ بس سنن هيك بتنكتب؟ تربطنا هون كذا سين حرف الاي سنين بلقي سيارن بوزوكمو، هل حاسوبك معطل؟ شو جواب يا اما قول ايفت جواب السنين شو جواب السنن شو؟ جواب طيب إذا بتذكروا ما أخذنا بينهم أحسنتي. إذا جواب السان بان تمام؟ إيفت أنا عم أسألك أنت أو أنت سنن بلقي سيارن بوزوكمو، هل حاسوبك معطل أو هل حاسوبك معطل؟ يا أما بقول إيفت بانم أو بلقي سيارن بوزوك. نحن بدنا ناخذ كل الاشكال بتطير. ايفيت بانم بيل اي تا يا رم ندمك ني ايفيت بانم بيل كي سيارم بزوق. نعم مثلا حاسوبي معطل لا سمح الله. تمام بزوق دور هاي كمان لاحقت التوكيد. ايفيت بانم بيل كي سيارم بزوق او بقول ايفيت بلقي سيارم بلقي سيارم مي ايفت بلقي سيارم شو بوزوق يعني معطل. تمام بوزوق معطل. اذا بتقول لا اذا بتقول لا ليس معطل ندمك لا هاير احسنتم هاير بانم بلقي سيارم بوزوق شو ديل برافو ديل هاير بانم السرعة بيت بانم شو بيت بانم بلقي سيارم بوزوق شو دايل ليس معطل ليس معطل. لما اقول هاير بلقي سيارم بوزوك دايل بشيل البنم سكنتو يوك يعني سكنتو يوك. تمام الضمير الملكي الثاني هو سنن يعني هلا كنا عم ناخد عليه مثال سنن ملكك شيء لك انت اذا بتقول شيء لك انت اذا انتهت الكلمه يلي بدي اوصفها لك او انسبها لك بحرف صوتي ماذا نضيف؟ نضيف حرف الني فقط ني. اما اذا انتهت بساكن
نضيف ان ان اون ان. هدول شو حسب اين قاعدي توافق الصوتي؟ شو رباعي رباعي. سؤال عم يقول ليش سيفيورم حطينا ام. الدرس القادم ان شاء الله راح ناخذ الزمن الحاضر ومنعرفكم على لاحقته اللي هي اليور، ومنضيف نعرف كل ضمير وشو لواحقه. تمام تمام. اذا كمان انا مشان ما اكتب كثير، ملكك سنن. اذا كان شو، اذا كان الكلمه منتهي بساكن اضع ان رباعي. ا بتاخذ ان، اي ان، او او ان، او ان. تمام. او اذا صوتي نضع فقط حرف شو، حرف النين، مثل هالامثله اللي قدامنا. سنن اظن ني، سنن سنن اظن اسمك، اظن شو اسمك انت، اظن ني اظن ني ما اسمك. تمام شايفين. اظن اض، اض لحالها اسم، اض لحالها هاي اسم. اذا بدي اقول اسمك انت شو بضيف، انتهت بحرف ساكن شو بضيف انا؟ ان رباعي، صح؟ اخر حرف ا، ا ض، شو بحط؟ حطينا ان، اظن، سنن اظن. تمام؟ سان هو انت، انت ما هيك؟ حطينا ان، ليش؟ لانه انتهت بحرف ساكن، واخر حرف صوتي في كلمه سان هو ايه؟ حطينا سنن. سنن اظني، بانم اظن مثلا، قلنا شو جواب شو جواب السنن؟ جوابها بانم، صح؟ بانم. ننتظر خلينا اللي ينتهي من الأذان. شو مثلا هون كمان؟ بانم اظن كابلان، اسمي قابلان، قابلان يعني كان هو بمعنى نمر ايضا، حيوان النمر معناته قابلان. كثير كني قبلاني. تمام، هاي الكلمه قابلان يعني نمر. بانم اظن كابلان اسمي نمر مثلا. سنن بابان ني شيابيور. تمام، كيف انا بدي اجاوب؟ بانم بابام، وقول شو بيشتغل، بوليس ايشي يابيور، بربر ايشي يابيور، مهندس ايشي يابيور، دكتور ايشي يابيور، كله بصير. هلا سؤال لكم، تمام؟ مو شرط تقولوا شو بيشتغل المهني الحقيقي، طبعا كل المهن اكيد على راسنا وكلنا بنفتخر بالمهن كام في، ولكن احنا مشان ننوع، مشان ننوع بالكلام. تمام، سهل. اذا انا بدي اختار شخص، بدي اختار شخص وقول له، اختار شخص واساله هاي السؤال، سنن بابان نيش يا بيور. تمام، سنن كارديشين نيش يا بيور. سينا سنن بابان نيش يا بيور. بنم بابام أرتمان إيش يابيور. فاز. بنم بنم بابام، نقول بنم بنم بابام أرتمان أرتمان إيشي شو يا بيور. ممتاز يا يا أستاذ، فيني أسألك سؤال؟ تفضلي تفضلي. هاي طبعا الام حاطين سب ماني، وطبعا كمان حاطين ثماني بدل النقطة، بس ما فهمت شو هون، ليش ثماني يعني مع نقطة؟ انت كنتي معنا بأول محاضرة؟ كنتي معنا بأول محاضرة؟ ايه، من اول محاضره كنت موجوده. نحن قلنا انا بدل ما اكتب، شوفي كل يعني بدل ما اكتب انا كل مره بدي اكتب لكم ان ان اون ان، كل مره بدي اكتب مثلا هيك، ايه يعني كل مره بدي اكتب انا مثلا
لا بدل ما تكتب هدول حطيت هاي اختصار يعني مش عارف. يعني عليك بدل ما اكتب كل هدول انا حطيت الان وفوقها ثمانية وكل انت بس تقلنا عنها شغلة ثانية سما ما متذكر شو هي الشغلة الثانية قلت لكم عنها اذا قلت لكم على الحرف الصوتي الثقيل هاي الموضوع هذا موضوع بيستخدموه الاساتذه لما بيعطوا دروس مشان ما على طول بيكتبوا بيكتبوا هيك بيحطوا انه وحده وفوقها ثمانية انه حسب قاعده الرباعي يلي قلت لك عنها الدرس الماضي هي اذا كان عندي كلمه فيها حرف من حروف الصوتيه الثقيله واللي اكثر شيء بيطلع لي الا والاو وبكانت بكلمه وبقلب الكلمه وكانت فوقها ثمانية هاي منخفف لفظ الحرف ما منتقله تمام بس نحن هون عم ناخذ درس عم ناخذ درس قواعد مشان ما نكتب على طول ام 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 ان ان ان, ان. نكتب اختصار للرباعي وضحت ان شاء الله وضحت ايه ايه تمام اعطيك العافيه اهلا وسهلا اهلا وسهلا اذا مثلا غبانون بابان بوليس ايش يا بيور تمام يعني كان يشتغل مثلا بالبوليس تمام صديقكم قالت بانون بابام اورتمان ايش يا بيور يعني يعمل ماذا فقط في الشرح نعم نعم اكيد اكيد في الشرح فقط نحن عم نشرحها اما نحن هلا شو شايفين هون عم نكتب نحن ام رب ان هاي الثماني لا عم نكتبها عم نكتب بانون بابام ام حطيت ما حطيت هاي الثماني هون عم نكتب مثلا سنين حطيت شو ان اوكي ما اكيد يعني شيء طبيعي شيء طبيعي طيب سؤال اخر بابا اولدو الله يرحمه سن بابام اولدو يعني متوفى الله يرحمه ان شاء الله طيب باشكا اللي حابب يجاوب على سؤال سنين بابام ني اي شابيور نتمنى اشوفك ايده بال حسن سنين بابام ني اي شابيور بينين بابام مهندس إشي يابيور ممتاز مهندس إشي يابيور ممتاز طيب سان نيش يابيور سون سان بان أو بين بان مهندس إشي يابيور سان مهندس منه لا مثال يعني أستاذ مثال ان شاء الله بصير اكبر مهندس ان شاء الله ثان اهلا وسهلا ايشي يا بيور ان شاء الله يكون وضعك ايشي يا بيور يعني شو بيشتغل ثان مثلا دكتور دكتور يا بيور دكتورم بان دكتورم بيصير اخذنا بالدرس الجمله الاسمي شو بان دكتور شو بحط هنا لاحقه اي لاحقه بحط دكتورم بوم ايوه بان دكتورم انا طبيب مثلا انا طبيب ممتاز جدا ننتقل الى او نون او نون او نون ملكه شيء ملكه له سيارته بيته غرفته شنطايته حاسوبه قلمه محايته تمام هيك نفس الموضوع هون انتبهوا الضمير الشخصي او قلنا ماله لواحق صح اما الضمير الملكي او نون له لواحق مثل ما انا شايفين اذا انتهت الكلمه يلي بدي اضيف لها لاحقه الملكي بحرف صوتي نضيف س سي سو سو هذا حرف السي حرف حماي حرف حماي عندنا باللغه التركيه حرف السي ياتي حماي وحرف الني ياتي حماي وحرف الياء ايضا ياتي حماي طبعا كل واحد من هذول الحروف له لاحقه او قاعده خاصه فيه بيكون فيها حرف حماي بضمير الملكي نحن عندنا شو عندنا ضمير حرف السي هون مع الملكي اونون هو حرف حماي واذا انتهت بحرف ساكن نضيف حسب الرباعي فقط أ إي أو أ تمام كمان هون أنا شو كاتب ضمير ملكه الملكه هو يعني أو نون إذا ساكن بحط أ رباعي يعني أ إي أو أ إذا صوتي ضيف س رباعي س سي سو سو
Ali şapkası ne rengi? Ali şapkası. Şapka ne demek? Şapka? Kubba. Kubba, takı yani. Takı بصير. Kubba بصير. قبوع تعرفوه هذا بالشتاء هذا كمان اسمه شابكا كله هذول اسمه شابكا تمام علي شابكا س ني رينجي رينك لون رينجي شو رينجي لون رينجي ليكو ني ما رينجي لون شابكا س شابكا لحالها شو قبعة تمام رينجي لون لون قبعته تمام هوني في عندي خيارين للإجابي. أول شيء يا أما بقول السؤال إذا كان ألي شابكا سني رينجي يا أما بقول اسم الاسم قول شابكا سني كرمزي رينجي مثلا أو أي طبعا جملة كانت تمام أي جملة كانت يا أما بقول الاسم أو بقول بدل الاسم أونون لأنه أنا بحكي على شخص تالي علي طاقيته حمراء أو هو طاقيته حمراء لأنه واحد تاني عم بسألني عن واحد تالي تمام طيب أونو مثلا مثل هاي المثال أيضا كمان مثال جميل جدا محمد بيغان بريميزين أنسي أضو ندر اسم والدة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد بيغان بريميزين يعني نبينا بيغان بر لحالها لهون لهون هاي معناتها نبي تمام بيغان بريميزين هاي نبينا تمام هنا ناخد ضمير بيزم نعرف لوحو أيضا محمد بيغان بريميزين أنسي أضو نيدر ما اسم والد السيدة محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما شايفين أنا بكل كلمة حط لكم اللون والمعنى نيدر ما اسم أضو أنسي والدة بيغان بريميزين نبينا ومحمد محمد صلى الله عليه وسلم تمام يا أما بقول محمد بيغان بريميزين نبينا محمد أنسي أضو آمنة آمنة يعني أو أونون صلى الله عليه وسلم أنسي أضو آمنة وضحت؟ يا أما بقول اسمه يا أما بقول شو؟ هو يا أما بقول هو فقط واضح؟ فينا قلنا شو؟ يمكن تبديل بين الاسم والضمير مثل ما عم نحكي أنه تبديل بين الاسم والضمير الملكي يعني يا أما بقول الاسم يا أما بقول الضمير الملكي طيب مثلا بقول سامر AV بيت سامر بيته تمام سامر AV بيوكمو بيوكمو ندمك بجملة ندمك بجملة هل بيت سامر كبير؟ أيوة هل بيت سامر كبير؟ أشو جاوب؟ إيفيت؟ إيفيت؟ شو؟ سامرين؟ سامرين إيفي؟ شو؟ بيوب بو؟ سامرين ايفي بيوك يعني نعم بيت سامر اشو كبير او قول ايفيت ايفيت اونون ممتاز اونون ممتاز جدا اونون اظنه زين اظنه بدم ادم بثين الجيب زين اهلا وسهلا ايفيت اونون ايفي تو بيوك يوك ما في أسهل منها يعني كم هيك كم هيك ها أو هاير أونون إيفيت أونون إيفي بيوك نعم بيته كبير ماشي أو نقول هاير هاير أونين أونون إيفيك إيفي بيوك دير هاير أونون إيفي
büyük değil. نقدر نغير الصفة إنه مثلا بدل بيوك كوتشوك هاي عكيفنا عكيفنا هون السؤال السؤال شو سامر إذي بيوك مو هل بيت سامر كبير إذا بدي يقول لا ما هو كبير بس وحط نقطة تمام بيصير ما إذا بدي يكمل هو مثلا كوتشوكتر أونون هاير أونون إذي بيوك دايل لا بيته ما هو كبير إذا أنا بدي أكمل من عندي بدي أضيف ما في مشكلة بكتب كتب سكنت يوك يعني وسؤال جميل جدا كتب سكنت يوك يعني لا بيته ما هو كبير صغير تمام إذا بتقول مثلا هاير أونون إذي كتب كمان بيصير يعني هذا بدل على أنه بيته ما هو كبير بيته صغير كمان ما في أي مشكلة أبدا يعني تمام ممتاز جدا عم يسجل ما هيك تمام وصلنا لضمير بزم بزم بزميز هي الأصل بزميز بس اختصارا حطينا طبعا جميع بيضع بزم يعني بزميز ملكنا شيء ملكنا إلنا تمام نفس الموضوع إذا انتهت الكلمة بحرف صوتي نضع مز ميز موز موز إذا انتهت بساكن أمز إميز أموز أمز نفس الموضوع هذا بزم ملكنا إذا الكلمة اللي بدي أضيف لها لحق ضمير ملكة بزم انتهت بساكن أضع ماذا رباعي أمز رباعي أما إذا انتهت بصوتي أضع مز رباعي بزم إيفي ميز شوك بيكتور بزم إيفي ميز إيفيميز بيتنا منزلنا تشوك بيوك كبير جدا بيوك كبير وتشوك كثير أيضا بمعنى صيغة مبالغة جدا أيضا كندي ميزا يني بير أربا ألدك اشترينا لأنفسنا كندي ميزا كندي ميزا إلى أنفسنا الكندي ميز أنفسنا والإيه شو هاي الإيه ما بيخلي شو هاي الإيه شو هاي حرف جر حرف جر هاي الاي حرف جر كندي ميزا يني بير أربا aldık اشترينا لأنفسنا اشترينا لحالنا سيارة يعني arkadaşlarımızı çok özledik اشتقنا إلى أصدقائنا كثيرا arkadaşlarımızı يعني إلى أصدقائنا تمام اشتقنا كثيرا جدا هون الإلى تعبير مجازي تمام تعبير مجازي إذن arkadaşlarımızı çok özledik اشتقنا إلى ماذا إلى أصدقائنا تمام إذا بدي أقول مدرستنا جميلة مين بيخلي مدرستنا جميلة كيف بنكتب كيف بنقول شو بنحط شو بنسوي ليدي ميك مدرسي أكلم مدرستي أقول. أول شيء بنقول أكل تمام بزم إي زيم أقول أقول شو حط أمز إلى أميز إلى أموز إلى أموز أموز أو ممتاز أموز بزم أقول أموز شو جميلة مدرستنا جميلة شو معنى جميل أو جميلة شو جدال توك غوزال جميلة جدا غوزال دون توك جميلة تمام غوزال بزم أكلموز غوزال بزم بزم أوضا مز شو بزم أوضمز شو توك بزم أوضمز توك تميز أكيد ما تكون غرفة الواحد ما يتميز هيك توك نظيفة جدا
تمام، تميز نظيفة جدا. سيزن أو سيزن، سيزن سيزن شيء ملككم. شاشي مشاركي، شاشي مشاركي إلا لا مشاركة مشاركة. في ناس أقول شاشي وين مشاركة، مشاركة شاشي. إذن رجعت خول مول جديد يا أستاذ إبراهيم. سيزن شو ملككم أنتم، شيء ملككم أنتم. نفس الموضوع، إذا كان الكلمة منتهي بصوتي نضع شو نز نيز نوز نوز. إذا كان شو بساكن أنز إنز أنوز أنوز. ورثي أسهل من هيك يعني، وهي اختصار للموضوع تاع. وأنتوا كمان مع الأيام إذا عطيتوا شرح صوتوا أساسي أتراك أو كذا وحبيتوا عبد درس تركي، استخدموا هالموضوع مشان يريحكم، مشان ما عطوا نكتب قاعدة لتوافق صوت الرباعي ونكتب هيك ونكتب الثنائي كذا. لا لا، هاي الإشارة بتعني على موضوع الرباعي. أوكي طيب، نقرأ نقرأ الجمل وكذا. سيزين ülkeniz kaç insan vardır. سيزين ülkenizi ülkeniz لك ülke آخر حرف صوتي أضع فقط النيز، هاي الإيه هي مفعول به. تمام، سيزين ülkenizi kaç insan vardır. كم عدد الأشخاص في بلدك، بلدكم أنتو. سيزين ülkenizi يعني شو عدد الأشخاص في بلدكم أنتو. كاتش إنسان باردر بزم. كمان سيزن شو جوابه بزم. تمام، سيزن جوابه شو بزم. بزم بزم أول كنيزة توك توك يرمي بيش مليون إنسان باردر. يرمي بيش مليون إنسان باردر، يوجد 25 مليون في شخص في بلدنا. دنيا كابسندا. سبحان الله، اجى موضوع هذه الجمله مع هدف المنتخب المغرب. دنيا كابسندا، دنيا كابسندان ان سيفديز تاكم هانكي سيدر توتارسنز، يعني فريقكم المفضل في كاس العالم شو. دنيا كوباس أكيد بجوز البعض بيعرف إنه إحنا بموضوع كأس العالم، حبيت جيب هاي الجملة مشان تتواكب مع الأحداث. تمام، دنيا كابسندا في كأس العالم إن سيفدينزي تاكم هانجسي در توتارسنز. توتارسنز يعني تشجعون. ما هو الفريقهم المفضل في كأس العالم؟ ما هو الفريق الذي تشجعونه في كأس العالم؟ تمام، مثلا شو انا بقول؟ تمام، 2-0 اقول لي. تمام، دنيا كابسندا ان سيفدي ميز. شو هاي؟ لاحقت الضمير الملكي تبع ميز، يعني فريقنا نحن، فريقنا المفضل مثلا اسبانيا طاقم الظم، يعني فريقنا المفضل هو شو؟ منتخب اسبانيا. تمام، مثلا في عندنا مثال اخر بالزمن الحاضر نفس الموضوع، اذا بدي اقول انت بتشجع اي فريق نقول سان مثلا، سان هانجي طاقم توتيورسون، تشجع اي فريق. هانجي طاقم، طاقم هون معناته فريق. تمام، هانجي طاقم توتيورسون، تشجع اي فريق مثلا، زمبان اسبانيا طاقم توتيورم، انا اشجع فريق اسبانيا مثلا. اوكي طيب، نسال احمد علوش. احمد علوش، دنيا كوباسن دا ان سيفدين زي تاكم هانكي سيدر توتارسنز. احمد معنا ولا احمد في المباراه يمكن هيك؟ معك معك معك، عم بحضر مباراي ومعك. لا بالله، معك في المدرس. احمد، دنيا كوباسن دا ان سيفدين زي تاكم هانكي سيدر توتارسنز، شو بجاوب؟ بنم شو بجاوب؟ كيا دنيا كوباسندا ان سيف دي ميزي. بعدين بتقول انا مثلا بشجع اسبانيا، ارجنتين ارجنتين تاكم ممز. ايوه تاكم ممز، تاكم ممزم شو ارجنتين تاكم ممزم، وشجع مثلا وفريق المفضل هو منتخب الارجنتين. اوكي سيزن اورتمانيزي ايمي، سيزن
أورتماني نزه إيي م. شو معنى هاي الجملة؟ فريق جيد. هل معلمكم جيد؟ أيوة. معلم. تمام. أشو بقول؟ يا إيفيت. إيفيت شكراً لك. ما بعرف إذا أورتماني نزه إيي م إيي دي بالمورم يا. بالمورم. إيفيت. بزم أورتماني ميز إيي در إيي در. يا ما هاير إيي شو؟ يا اما قول ايفت بزم اورتمانيميز ييدر يا اما هاير بزم اورتمانيميز بدل اي شو هاير اي دايل ليس جيد مثلا ليس جيد ليس جيد اوكي يعني موضوع سهل جدا فقط يعني لازم نحفظ نحن موضوع هذا ضمير ملكي اذا بدي اضيفه لكلمه انتهت بساكن مثلا سيزن بحط لها شو انز رباعي إذا صوت الكلمة انتهت بحرف صوتي حط لها شو؟ نز رباعي يعني إذا بدنا نقول مثلا سيزن مثلا إذا بدنا نقول يا أنا بحب الاسم مشان يضل مشان يضل شغيل يارا معنا يا يارا يارا تستطيع المشاركة ولا شاب يرسم تمام يارا كيف بنقول مثلا اذا بتقول اخوتك اخوتك كثيرون مثلا سيزن سيزن ندمك اخوه يعني اخ ندمك اخ طفي الكاميرا يا أحمد علوش طفي الكاميرا نعم كارديش كار ديش تقول أخواتك أخواتك سيزن كارديش لار ولا لير سمع كارديش لير كارديش لار إيه شو بحط نز إلا نيز إلا أنز إلا أنيز شو؟ أنز حسنتي ما بدأ تفكير أصلاً ما بدأ تفكير يعني ما بدأ تفكير سيزن كارديش لاري إي نيز سيزن كارديش لاري نيز مثلاً توكمو يعني كتار شيء هيك سيزين كارديش لاري نزي توكمو هل أخواتك كثيرون يعني عندك أخوات كثير مثلا شو جواب مثلا يا أما إيفت يا أما هاير أهم شيء نعرف إذا كان في عندي إذا كان في عندي سؤال في ما الما مي مو ما أداة سؤال هل بدي يكون الجواب يا أما بإيفت أو بهاير يا أما إيفت يا أما هاير تمام لأنه هاي مفعول به يا أمل تمام؟ لأنه هاي مفعول به يعني بتقول ليش عم نحط مثلا بعد الميز إي هاي مفعول به تمام؟ يزم أورت ماني ميز إي دير مثلا هاي لاحقت المفعول به تمام؟ طيب ضل عندنا الأون لارن أون لارن أسهل منه ما في أون لارن مثل ما شايفين نضع لاحقت الملكي لار هلق ضمير ضمير الشخصي أون لار نضع يا أما لار يا أما لير أما الضمير الملكي أون لارن أضع لار أو ليري حسب الكلمة إذا انتهت آخر حرف صوتي فيها حرف صوتي ثقيل أ أ أو أو نضع لار أما إذا الكلمة آخر حرف صوتي فيها أ إي أ أو نضع ليري تمام نضع ليري مثل ما شايفين ملكهم أون لارن نضع شو لار شايفين هاد أنا شو ساوي لا ر ليري هاي الآ لما أنا بكتبها بالكبير بالشرح الآ وفوقها فتحة هاي معناتها بس شفتوا هيك لاحقة وكاتبينكم اللاحقة واحدة فوقها فتحة عرفوا أنه هاي اللاحقة حسب قاعدة التوافق الصوتي الثنائي بس شفتوا الثماني عرفوا أنه هاي اللاحقة حسب قاعدة التوافق الصوتي الرباعي تمام مثلا
Onların evlerisi salacaklar ve Avrupa'ya gidecekler. يبيعوا البيوت ويروحوا على أوروبا. بطلوا كلهم مصلحة. مثل هيك ما نقول نحن. Onların evlerisi salacaklar ve Avrupa'ya gidecekler. سيبيعون منهم مهنو. مصر أصلا هيك سوا. سيبيعون منازلهم وسيذهبون لوين إلى أوروبا. Arkadaşlarımın evlerisi salacaklar ve Avrupa'ya gidecekler. أصدقائي ثلاثة أرباع أصلا ضاعوا بيوتهم راحوا. بتدينوا كمان. سيبيعوا أصدقائي بيوتهم وسيذهبون إلى أوروبا. تمام؟ Onların bahçeleri çok güzeldir. حدائقهم أو حديقتهم ماذا؟ جميلة جدا. مثال Onların Onların arabaları Onların arabaları seyaretuhum beyaz beyaz şu ren او beyazı tamam مفعول به بياز رينجيدر استاذ لو سمحت اونارن ولا اونلارن اون لا انتوا اكيد شايفين يعني انه فيها اوقات عم اسرع بالكتابه لذلك والفاء شو اسمها كيبورد مع اونلارن ارابالارا يعني سيارتهم بياز رينجيدر مثلا بياز رينجيدر اونلارن اذا بده يقول مثلا جدهم ne demek cad? Allah dedi cad. Dedi cad. Dedi de kul cadduhum kebir. Musen, musen. Onların yana mı bekleyha? Onların dedelerin. Onların mutaz. Onların dedeleri onların dedeleri yaşlıdır yaşlıdır yani müsen tamam onların dedeleri yaşlıdır tamam أصدقائي فين هو موضوع المضاف إليه موضوع المضاف إليه سهل جدا وبسيط ما بده كثير شيء المضاف إليه اسمه تمام ليان تمام ليان معناته مضاف إليه وعندنا المضاف اسمه تمام ليان تمام لنان تمام لنان تمام لنان المضاف طيب سؤال باللغة العربية مين شاطر باللغة العربية سؤال باللغة العربية باللغة العربية مين بيتقدم على الثاني مين بالمضاف إلى المضاف إليه بالأول المضاف بعدين المضاف إليه ممتاز باللغة العربية المضاف أول شيء المضاف بعدين المضاف إليه صح باللغة التركية العكس المضاف إليه يتقدم على المضاف في الجملة. المضاف إليه له لواحق والمضاف له لواحق. المضاف إليه. تمام؟ المضاف إليه إذا كانت الكلمة اللي بتضيف لها المضاف إليه آخر حرف ساكن إذا كان آخر حرف بالكلمة اللي بحط لها لحق المضاف إليه ساكن نضع ماذا إن رباعي شو إن رباعي إن
أون و أما إذا كان صوتي الكلمة اللي بتضيق كلمة المضاف إليه آخر حرف صوتي مين بيخليها شو؟ قبل ما أكمل مين عنده سرعة بديها؟ يا الحماية يا الحماية بعدين الإن لا الي ولا السي لا الي ولا السي ني ني نضع نن رباعي يا أما نضع نن رباعي نن يا أما نين يا أما نون يا أما شو نون هاي المضاف إليه يكون أول شيء بعدين بيجي المضاف أما بين المضاف المضاف هاد تمام المضاف بقلنا بيجي بعد المضاف إليه بالجبلي تمام أول شغلي إذا كمان انتهى بساكن الكلمة كلمة المضاف انتهى بساكن نضع تو حسب قاعدة التوافق الصوت الرباعي يا أما أو أو إي أو 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 أما إذا انتهت كلمة المضاف بصوته نعم متغير رباعي الثاني متغير رباعي نعم هون كله متغير رباعي تمام الصوت شو بحط يا حزركون ني متغير رباعي ي متغير رباعي غير س ما تغير ايوه س نحط يا اما س س او س او سو او س رح ناخذ مثال رح ناخذ مثال إذا بدي أقول إذا بدي أقول أنا إذا بدي أقول باب البيت باب باب البيت أستاذ عفوا ممكن سؤال تفضلي شلون فينا نميز بين المضاف وبين لاحقة الأنون لأنه هي لاحقة الأنون هي مضاف إليه مضاف عرفنا باب البيت وين المضاف من وين المضاف وين المضاف إليه بكلمة باب البيت إذا أنا بقول باب البيت باب مضاف والبيت مضاف إليه إذا أنا هاي بالعربي مضاف ومضاف إليه إذا بتقول بالتركي هاي الجملة أول شيء شو بحكي البيت باب ممتاز أما أول شيء لازم أنا أقول كلمة البيت صح مظبوط هاي ايف ايف نرجع لها شو معنى باب باب ما هيك بيت تمام الايف هو تمام لا يعني باب هو تمام لا يعني ايف شو بضيف للايف شو هي نعم ان ان الا ان الا اون الا اون ان 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 ليش ما بدها شيء اخر حرف صوتي ايه ايه بتاخذ ان ايه بين ايفين والكاب هو المضاف الكاب قلت اذا الكلمه المضاف بصوتي اضع ياسي ياسو يا مسو طب الص ممتاز خلطان طب ممتاز ذهب كابس باب البيت كيفين كابس باب البيت إذا بتقول مثلا مشفى كثير هيك بيسموها تركيا مشفى الدولي بقوله مشفى الدولي يعني نحن نقول مشفى الوطني صح؟ نحن بسوريا مثلا نقول مشفى الوطني نحن بقوله مشفى الدولي ماشي؟ إذا بتقول هاي الكلمة تركي كثير بتشوفوها كم موجودة شو معنى دولي؟ دولات خاصة دولات 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 خاصة يعين عليك داب خاصة خاصة دولات
خاص تاني قبلت خاص تاني بدي اسويها مضاف ومضاف اليه طفلاتن طفلاتن ايوه طفلاتن شو بحط دي دي هون ما بخلق طفلاتين أصطاني شو ليش ما قلبنا طفلاتين مو كل كلمة تنقلب يا اسمي لأنه أصلها عربي دبلتين شو؟ هون هستاني سي هستاني ممتاز هستاني سي دبلتين هستاني سي مش فدوي طيب إذا بتقول لما أنا أقول دبلتين هستاني سي معناتها بين إنه مش فدوي بس مش فدوي التركية مش فدوي السورية كذا أما إذا بتكون مضاف إلي غير معرف مضاف إلي غير معرف سهل جدا فقط نحذف لاحقت المضاف إليه ونترك لاحقت المضاف يعني دبلت هستانسي مشفى دولي بس أين دولي الله أعلم عرفنا دبلت هستانسي مشفى دولي أما إذا بدي أضيف لاحقت المضاف إليه للكلمة طارت نعرفت أين مشفى ونعرفت أين دولي تمام نعرفت أين مشفى وأين دولي ممتاز جدا المشاركات على الشات كويسة يعطيكم ألف عافية ممتاز جدا طيب إذا بدي أقول نافذة الغرفة نافذة الغرفة شباك الغرفة نافذة الغرفة بإذنك أنت مشاركتك كانت اليوم ممتاز جدا يعطيك العافية نأخذ لك يعني بعض الأخوية أو الأخوات نسرين معنا نسرين أحمد دبيسي ما سمع صوتك اليوم أبدا يا أحمد دبيسي جواب أستاذ مين معي سهام سهام حلو سهام نافذة الغرفة الغرفة أوضة حلو دقيقة شوي نافذ دقيقة شوي الغرفة أول شيء بحطها بكتب أوضة صح؟ أوضة ونافذة بانجيريزي ممتاز بان دي ر بندرة إذا بتقول هلا بتضيف هيد المضاف لاحقت المضاف إلى المضاف أوضة شو ضف لها؟ شو بضيف؟ آئن آئن مضاف إليه إذا انتهى بحرف صوته شو بساوي؟ آئن إذا انتهى بحرف صوته شو بساوي؟ من حماية نعم شو بضيف؟ أوضة شو؟ نين أضنين أضنن أكيد أضنن انتهى بصوتي أضعنن رباعي انتهى بساكن أضع إن رباعي أضنن 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 بنجرة مضاف المضاف إذا انتهى بصوتي أضع س رباعي إذا انتهى بساكن أضع أ رباعي بنجرة س أ بنجرة شو هذا مضاف بنجرة س أيوة بنجرة سي بنجرة سي وضعنا بنجرة سي نافذة الغرفة نافذة الغرفة عرفنا مثلا أنه نافذة غرفة الأطفال ماشي أما إذا بقول نافذة غرفة ما حددت غرفة أولاد غرفة جلوس غرفة نوم شو أوضانن شو بسوي هون إذا بدي سوي بضاف إلي غير معرف أحسنت يا يارا أوضا بنجرة سي أوضا بنجرة سي بس نحذف النن نحذف النن ممتاز جدا أوضا بنجرة سي يعني نافذة غرفة أنا غرفة الله أعلم تمام كويس لهون إن شاء الله بكون انتهى الدرس في عندكم بس واجبات ممتاز جدا الواجب الأول في عندنا هذا النص الواجب الأول بدأنا تسمع له صوتيا أو إذا ما بكون تسمعوني هذا صوتيا مثل ما كنت شفته أكيد وقرأته إذا معكم
قراءة تدريب قراءة النص هاد راح نقرأه. بانم أضم بتول بان يرمي كيا شنضيم بان إسطنبول أونيفرسيتي سندا أورينجيم بانم بيوك في مطلوبير آئلام فار ددم بابا أنم أنم بابام في كارديشلرم هب برابر ياشيوروز بيز دورت كارديشيز بانم بير أبلام بير كز كارديشم ve bir erkek kardeşim var. Ablamın adı Suna. Ablam 25 yaşında ve evli. Ablamın bir kızı var. Ablam diş doktoru. Kız kardeşimin adı Özlem ve o 19 yaşında. Özlem üniversite birinci sınıfa gidiyor. Erkek kardeşimin adı Mert. Mert 15 yaşında ve lisede öğrenci. Babamın adı Adnan. Babam muhasebeci. O bir bankada çalışıyor. Babam 45 yaşında. Babamın hiç kardeşi yok. Annemin adı Filiz. Annem de muhasebeci. Annem ve babam aynı bankada çalışıyor. Annem 42 yaşında. 42 yaşında çok genç görünüyor. Annemin iki kız kardeşi ve bir erkek kardeşi var. Dedemin adı Ömer. O emekli öğretmen. Dedim 75 yaşında ve çok sağlıklı. Baba annemin adı Hatice. Babaannem ev hanımı ve 71 yaşında. Benim ailem elbette bu kadar değil. Benim anneannem, dedem, teyzelerim, dayım ve kuzenlerim de var. Ben çok şanslıyım çünkü büyük ve mutlu bir ailem var. Azdikai. Hadal nas. Hadal nas. أنا بدي تقلبوه على أنتو. كتابة النص تتحدث فيه عن نفسك، عائلتك، تذكر فيه اسمك وعمرك، كل موضوع هون، وتدرس ومن يسكن معك في المنزل، وكم عدد الأخوة والأخوات، وكيف تعيشون مع بعضكم، يعني نفس هذا الموضوع بس تقلبيه على عائلتكم. مو شرط يكون المعلومات تكون صحيحة، ما في مشكلة، معلومات يعني أسماء وهمية ما في مشكلة، أرقام أعمار وهمية ما في مشكلة، المهم إحنا بدنا نطبق شو هذا النص، تمام؟ زائد الواجب الثالث حل تمارين قواعد اللي شو اسمه مثل ما شايفين هون بالتمرين الرابع عندكم 20 واحد انتم حلوا لنا 10 ما في اي مشكله حلوا لنا اول 10 ما بدنا نكثر عليكم كمان حلوا لنا اول 10 هذا الخامس محذوف لانه هذا الخامس هو تطبيق للنص الفوقاني بس